بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا أولوغي هي أهمية أولي هي برنامج كا بلشيدة كحرير سوشيال ميديا هي أرهما هكو سابسان وحلقا عصري على النقضي ألد رنتي آديات سامين أولي أيا وحان بلشيدة صوماليات ملك سيدون كجوغان أن لو ذاقينا إنا أفرني بيج كفران مقعيقا أو لينها بيج كا الشعب عبد الحي أو يوتيوب كا كاس أولي سوق قرين دونو برنامج شيدة أن وطلق قال إن بلشيدة لو عي قريو وهي كم تاخد بدا جمعة أسبوعي بمر بحضة مقالة مقدشة مساعدة عمر بن الخطاب كب بحضة إيوه وحياة بها كالي أرسلانا هاي باهي أيام مركز ومدو أيو قبتا إن يعني أنصو بندقنو وحكالو جيري دونا سؤالو ورنتي داتكو أياد يعني إسوي ديان وأن إسوي ديان إن فرصة أسينو فيسبوك إن أسبوعي بمر أنكو صو بندقنو موضوعي مركز أنسلانا هاي مهم أي برشد ويهين أيو نوحي سؤالا أي قبان أي هالكاس كسو قري دونا كدبنا أن جوابته وصوت ليك دونا بيجك يوتيوب كا أنكلا هي بيجك شعب عبد الحي مركز دوينها الصومالي مركز سوي جوجان وحن لها هي وهذا سنتين سيدا أذوق غيب قاتان وعي جلنت برشدة كل باب برنامج كي قيمة ميلها سوق صوب بندقو عد مركز أذوق سي غيب قاتان يدرين كا رنتي وعي جسر هي عد يعني كيف العلسان عد باب مركز ظروف تا يوم موضوع يدا هكاسي كجرة لمرايو مركب حان الله هيك صور دوال بيجكاس إن شاء الله تعالى هنرجعينا دروس لقفة إذا يستو إيه معلومات مهمة نلاشها دتك إذا مركب حسنا دين تين الإسلام كا إيه فافنت هذا نقيب وينك قانون دونا إن هذا كاس كه لدونتان مركب ساول الصعدة ومهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب تلمامها عرضي ونكسن لقفة وحاكم الكو ورتو بحلي هذا الطموح إنه يهي قف حان له قف أو مرسرة سير شعرك سوحور إذا غامرت في شرف مروم هذا واحد في عرب تدينا جشيد فلا تقنع بما دون النجوم حقوقا عن حدقه وحكوه سايا حدقه ويفوقهين لكن مال أذك بركة أسعد حدقه أسعد وين يكون أهات مال فقص امتحانات جنيسة مثلا وحبات برانيسة حقوقا عن درجوين كوه أسعد كايا ماذا على الشيء يعني مركب امتحانك لسود الجيو سو قال انت كوبات كور كما سو بلات الى 10 كو هريس الى 100 ارضيه هديين ولا سو دجي امتحان كدو ما ماكي بورك او حقوق لو سو دجي امتحان لو سو اردايه اصل ماشي او مجلس كر راسنا وي قانا هوسو كبلابا سو انكور لا سو بلابا مري اصل هوسو كبلابا بقول سلاشن سغال سلاشن سديد سلاشن تدبو انت مركه كاس وغلا نموح مالا مر بحال ربا إن الطموح لهذا وأذكر كسر بلودي وأتلاه وأنا بقول كي بقول كينا هذا كيني وده بقول كي بقول بقول كي بس سجاشن إيشن سجاشن أتكيني لكن هذا ما كهرباء تلاه هرت ما قالوا بسا حلو بسا بقول كي بالنحدن نحدن ما أهو وأنا نحدن ككينا هذا نحدن كعاد ما كهرا كجى جريس مسك هذا أفرت إيشن أتكيني وأبع المرك مرك ما هالربا إن الطموح لهذا المرك وأذكر ميل كره إن أقرصته ما تأثر تقرصه وآه الطموح ميل سرق إن أسعد ميل فوق إن أقرصته سواء الحين أنا قف قد كربته إنه كسيري رتي أيام الويديستا هل جيل الويديستا هل نيو نف كان جيل إيسي ولا نيو نف كان جيل أما يقول إيه خذان قاضو هذا هو ذي ذي الأسعد ميل كره لكن ده ذي ذي إيسي دارو كسير لما كده ميل كره هرب عليه إن أدهان سرق إن أذكر إن أوك أوك يعني أهم يالته متى كان الحال رباس هذا طموح يالتي أو بيس كوب هذا هل كسبوا أنزتي سيادو قرتي وأنا قال كرتا من جدة وجد وقال كرتا سيادو قرتو أخلاق طلبات أما تلمان طلبات وحاسمين سواح ليالو الإتقان إن أدوح السكتو ما دلنا دجنيس إن السكتت إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إله يجعل يقفكين هدوها وقبنا له إنه هو شاسي السوق إنه السوق معناه حيث السيء حيث إنه أبرته هو كستوى الله قبنا له إتقان كستوى الله مارمان وحاكم إذا وكلا تلمامها أرضي على جره إنه يهي الانتباه أرضي براروكسن بمعنى وحبرشا أنت تكجرته منتبه إن هذا هاته إن هذا غافل أهانه هذا غافل أهاته ومسكح هذا الحيابة كلا تكون مشغول سوه وحكاها الله بايا يعني تشتت الذهن يكون دعاي بس كحد هذا ويكلت التجيسة سين أكلت التجين قف منتبهة أو براركسن
oo hawsha markaa lagu jiro inuu si fiican uga qayb qaato diyaar u ah waa inaad ahaati oo uusan kugu dhicin yani waxyaabo. Ardayda maalan marxaladuna kale markaa joogtaan waana la soo wada maray macalimiinta arkaysan afartanka sano kontanka sano yani waxbarashada ku jiray maal ayay dugsiga sare fadhiyeen iyagana ogaada hadda qof isaga oo weyn la arkay ma jirto. ardayda marxaladda markay joogaan waxay u baahan yihiin waxa mustaqbalka ay u sii socdaan inta laga siiyo oo ay tahay jirka bini-aadamku uu korayaa psycholojiga dhifli marka laga sheekeynayo marxalad walba marxalad ayay kuusii dhiibaysaa la tarkabuna dabaqan can dabaq. marxaladda dugsiga sare oo jaamacadaha la galayo waa marxaladda ugu muhiimsan. qofku wuxuu taagan yahay meel yahay isgoys muftariq duruq wadooyinku meeshay ku kala leexdaan. haddii marka gacanta intii la qabto wadada adduuniya aakharaba anfacaysa lagu hagaajiyo wuu liibaanay wuxuu noqonaya qof wanaagsan aakharana wuxuu noqonayaa dadka harsada hooska ilaahay sabcatu yudilluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dillu waxaa ku jira shaabun nasha fii cibaadati illah yacni isagoo dhalinyaro ah ayaa wuxuu ku barbaarayaa ilaahay cibaadadiisa cibaadada ilaahayna waxbarashada iyo salaada iyo diinta la wado ayay ka mid tahay. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم نور على اهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للاحياء ويسر لهم امورهم. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد لهذه الامه خيرا فحقق الخير في يديه ومن اراد لهذه الامه شرا فاجعل الدائره عليه واشغله في نفسه واكفنا من شره يا رب العالمين. اللهم يا من الف بين الشجر والنار الف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين. اللهم انا نستغدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره نحن في جوارك فاجرنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع رايه الحق يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم حقق امالنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ايضا لوغي اهميه وليها برنامجك bulshada ay ku xiriirto ee social media ha iyo arrimaha ku saabsan oo xilligan casriga ah noqday aalad runtii aad iyo aad saameyn u leh ayaa waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka joogan aan la wadaagayna inaan u furnay page ku furan magacayga oo linaha page-ka ay Sheikh Abdulxay oo YouTube-ka ah kaas oo la soo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada Jimcada ee isbuuciba mar baxda ee magaalada Muqdisho masaajidka Umar ibn Khattab ka baxda iyo waxyaabaha kale aan isleenahay baahi ayaa markaas ummadu ay u qabtaa inaan yaani aan u soo bandhigno. waxa kale oo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad yaani isu weydiiyaan oo ana isu weydiiyaan inaan fursad u siino Facebook-ga inaan isbuuciba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan isleenahay muhiim ayay bulshada u yihiin ayagoon wixii su'aalo ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan kadibna aan jawaabta usoo dhigi doono page-ka YouTube-ka aan ku leeyahay page-ka Sheikh Abdulxay. marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada kolba barnaamijka qiimaha meelahaas lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad yani kaga falcelisaan hadba markii duruufta iyo mowduucyada halkaasi ka jira ee la marayo. marka waxaan leeyahay ku soo dhawaad page-kaas inshaallahu ta'ala waxaan rajeynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan. marka saa ula socda waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.